كنا نعرفك نقول لك سياره شعبيه باش تقول لي ميني سيتادين سيتادين معناتها كهرباء صغرونة، والا مثلا تقول لي سيدان كيما الميتسوبيشي اتراش، اما انه سياره شعبيه تكون اس يو في هذه حاجه جديده انا بيدي ما كنتش نتصورها. دونك اليوم معنا لا توت نوفيل شيري تيغو 1 اكس، سياره شعبيه جديده دخلت السوق، يلا نكتشفوها مع بعضنا. اول حاجه باش تقول لي هاي نفس هذه الشيري تيغو 3 اكس، معناتها شنو الفرق بيناتهم؟ اول حاجه نراوها واللي هي فما فرق في التسميه، اللي هي ولات اسمها الشيري تيغو 1 اكس. اما علاش اسمها 1 اكس؟ على خاطر اذا تكون 3 اكس وشعبيه باش تعمل تضارب في الاسماء، هو كيكا تاثر على 3 اكس مبيعات في السوق. دونك من الاحسن حاجه تعملت انه الاسم يتغير باش تكون مختلفه في التسميه وفي السوق على 3 اكس، رغم انه نفس الكهرباء. باهي بالنسبه للقدام نتاعها اش عندنا؟ عندنا كيما سنستنا الشيري من قبل الضوء يتقسم من فوق من اللوتا، من فوق عندي الالي دي كما قاعدين تشوفوا فيه من هنا، ومن اللوتا عندي الديريكسيونيل وتحته لونتي بليار وداير بها مكاية الكربون فايبر الفيك. الكالندر نتاعنا كما قاعدين تشوفوا فيه الكروماج بالرسمي مزيان برشا، ومن هنا كما قاعدين تشوفوا فيها واحده حمراء وواحده كحلة، من غادي عندنا باجيت بالالمنيوم من قدام والالمنيوم داير بالكهرباء الكل. من خلينا نشوفوا كيفاش نجيو للجنب تاعو تحمل زوز، عندنا لي جونت يجيونا 205 55 R16، لي جونت كيما قاعدين نشوفو فيهم بالبلاك اذا تاخذها كحله ولا اذا تاخذها حمراء نفس اللون، بالبلاك تولي مزيانه على الاخر تولي عباره على بلاك اديشن، اما مش حقيقه بلاك اديشن جوست اللون هكا هاو. لهنا عندي ديفوس بريز دير والباجيت الالمنيوم لهنا تكمل على عرض طول الكهرباء كامله، راهو الطول بالنسبه للطول والعرض والارتفاع نفسهم تاع 3 اكس. عندي البوانيه نفس اللون نتاع الكهرباء، وعندي مغادي كما قاعدين تشوفوا في البار دتوا نتاع الكهرباء عباره عن اس يو في. نجيو توا نشوفوا التيلاني نتاع الكهرباء ونقاو من هنا، عندي من تالي البار بالبيانو بلاك، هكا كملوش الالومنيوم انها كملوها بالبيانو بلاك، اما من اللوطه عندي وني ديفيزور ولات لنا بالالومنيوم كما قاعدين تشوفوا في زوز الوان، عندي فيها الرادار دو ريكول من تالي كما تشوفوا مغادي كلمه تيغو 1 اكس. بالنسبه للكهرباء راهي بالنسبه للشكل تاعها والابعاد كلهم نفسهم تاع الشيري تيغو 3 اكس. شفنا البراني طبعا خلينا نشوفها من داخل. الفوليوم تاع الكوفر نتاعها 420 لتر، وهذا يعتبر الاكبر من ضمن السيارات الشعبيه. لهنا عندي تريونجل دو بريزينيزاسيون كيما سنستنا الشيري من قبل، عندي من غادي ضو صغرون، وعندي لي دو زوت بالور التلالين على اليمين وعلى اليسار كما قاعدين تشوفوا. عندي كما قاعدين تشوفوا لي بونكيت نتاعها اريير رابطابل انتير دو تير، اما الحاجه اللي عجبتني اكثر انه تنجم تحل بالسلسله، تنحي الكسوه كامله تغسلها وترجعها. هذا كله بالنسبه للتلين تاع الكهرباء، هنشوف هذا مقدم فيها. نجيو توا للكراسي الخلفيه، لهنا عندي الكسوه جاتني بالقماش بيتون زوز الوان كما قاعدين تشوفوا، وداير بها السيربيكور مغادي. من فوق ما عنديش بلافونيه، ومن هنا ما عنديش اكوادوار، لكن عندي تروا روبوستات، وعندي من هنا وين تحط تليفونك، ولو زوز تليفونات ولا حتى دي رونجمون كي صغار. بالنسبه للكونتربورت داير بها كي شويه تحسوا الكربون فايبر فيك شويه هكا، هو ديجا فيك ما تحسوا كيكا. عندي من هنا الكوير والسيربيكور بالابيض، وعندي ارانجمون كبير شويه باهي زازي دبوز زازي حتى حاجه اخرى معاها، وعندي بطبيعه الفيتر الكتريك اريير ولا الالومنيوم داير بها ما غادي. بالنسبه للسباس انا توا حاطين الكرسي هذا على حسب طولي انا 1.74 1.75، دونك من هنا السباس نتاع الجنو باهين، وحتى السباس نتاع الراس هذا باهين بالكدا. تلمني هكا من القدام كيفاش نجيو توا القدامي نتاع الكهرباء. توا نحكي لكم شنو فما دي زوبسيون، ومن بعد نحكي لكم على لي كاركتيرستيك نتاع الموتوريزاسيون نتاع كهربتنا لليوم. نبداو اول حاجه عندنا لاكودوار بالكوير وبالسيربيكو، الرونجمون نتاعو غادي متواضع. هنا عندي دو بورت دوبلي فرونت باركينغ مانويل، عندي من هنا البوطون هذا اللي باش تتحكم فيه في ليكرون 9 بوس نتاعها، بعدها عندي بوطون نتاع المساعده على النزول. هذايا شنو يعمل بالضبط؟ هذايا انت كي تكون في هبطه وتنزل على البوطون هذايا الكهرباء تولي تكونترولي الهبطه كامل تهبط وحدها. اما شنو الحكايه؟ مش في اي هبطه تنزل على البوطون هذايا، الا كي تكون هبطه الفيتيس نتاعها الفيتيس فيها 10-20 كم في الساعه، سينو خاطر هي الكهرباء تولي تمشي بشويه، دونك مش اي هبطه، جوست الهبطه اللي تكون فيها شويه اوف رود ولا هبطه اللي انت تحب تخلي الكهرباء تكمل وحدها. على اليسار عندي البوطون نتاع البارامتر. معانا اليوم البوات فيتيس مانيوال A5 رابور، اللي هي نفسها البوات نتاع شيري او 3 اريزو 3 والاريزو 5، دونك بوات قديمه دونك طيحها موجودين. عندي ارونجمون من هنا فيه ما حداه 12 فولت 120 واط، وما حداه واحد يو اس بي نتاع
ابل كار بلاي اندرويد اوتو الموجودين في الاكران، عندي لي كليماتيزاسيون لي بوتون من هنا مانيوال ولا فيشاج تاعها يظهر في الاكران. لهنا مثلا اليوم بالمناسبه الطقس كان سخون برشا، جربت نخدم كليماتيزاسيون، طبعا كليماتيزاسيون قاعده تخدم بالرسمي ماشي خايبه بكل، حتى التالي قاعده توصل. الاكران اللي معنا اليوم فيه اللغه الانجليزيه والعربيه، عندي لهنا البلوتوث، عندي الصوت تعمل انت كاركتريستيك تاع الصوت تحب عليها، العرض كيفاش تحب انت لافيش تاع الاكران، الاعدادات تاع السياره لي بارامتر شلون تحب، لونديزون تبريار انذار السرعه، اعداد وقت العداد، اجراء تنظيف مقصوره القياده تلقائيا، اغلق الفيديو عندما تقود السياره، مثلا خاطر انت تنجم تعمل تحل فيها فيديو، تنجم تعمل تنجم تحط ايد الفيديو، تنجم تخدم وقت اللي الكهرباء تخدم تدور ولا والا يتسكر اوتوماتيكمون. وعندي النظام هوني منطقه الراديو البلاصه معلومات النظام وكل، معناتها هذوما حاجات عاديين على الاخر في الاكران. وفيه بالطبع الميديا والبلوتوث والاندرويد اوتو والابل، فيه الابل كار بلاي الايفون. وبالنسبه للناس اللي عندهم تليفون اندرويد مثلا كيفي انا، يجي لهنا الكيو دي لينك، وهنا تو دي شويه شوتر كيو ار كود، تسكاني الكيو ار كود هذاك وتعمل بروجيكسيون من تليفونك للاكران. لهنا احنا كي نحطو من هنا تسمع الصوت هذاك خاطر فيها رادار دو ركول. الفولوم تاعنا مزيان كيما قاعدين تشوفوا من هنا، على اليمين عندي نتاع لي مود وتزيد وتنقص الفوليوم، عندي صار عندي الريجيلاتور والليميتور دو فيتيس نتاعها، الكونترول بورت من هنا كيما من قدام كيما من تالي. لهنا الحاجه اللي عجبتني انهم ما قصروش على القدامي لا على التالي، نفس الماتريو وانه حتى احسن من قدام، كات فيتر الكتريك رونجمون كبير ودوزوت بارلور يمين ويسار مكتوب عليهم تيجو. لهنا عندي الريجلاج نتاع التلفزيون الكتريك، وعندي زاد لونتي باتيناج واللي هو لو اس بي باهي. عندي لهنا ليماج اوتوماتيك دو فو، وعندي كونتور واكران صغرون يظهر فيه اهم المعلومات اللي تعرف مع الكونسوماسيون والاوتونومي. لهنا شوفوا بالرسمي لهنا انا يعجبوني كيفاش نوعوا في الماتريال اللي يستعملوه، نوعوا برشا. لهنا عندي الكبير، بعد عندي بلاستيك، الومنيوم بروسي، كربون فايبر فيك، بيانو بلاك، معناتها ايش تحب انت موجود. البيانو بلاك هذايا لازم تطلها بيه ديما تمسحه ما تحطش عليه سواب عكاي سينو يخلي ديت راس خاطر، وهذه حاجه في الكره بالكل. لهنا البوتاغو نتاعها المساحه نتاعها متواضعه ماهيش خايبه. وبالنسبه للكسوه نتاعها كيما مقدم كيما من تالي، والباجيت او الالومنيوم كيف قاعدين نشوفوا الالومنيوم داير بالكهرباء الكل من برا من داخل. عندي لهنا دو بلافوني كيما قاعدين نشوفوا، ومن هنا عندي ميروار دو كورتوازي للسائق وميروار دو كورتوازي زاد للي بحثه. هذا جلوبالمون بالنسبه للداخلين نتاع الكهرباء. نتعداو نحكيو على الموتوريزاسيون ونكملوا الفيديو نتاعنا. نكملوا الفيديو نتاعنا بالبارتي موتوريزاسيون نتاع الكهرباء اللي عارف من اول فيديو انت تستنى فيها. دونك نجيو نهزوه من هنا، نهبطوا هذه من هنا ونحطوا هذه من هنا ونبداو باهي. بالنسبه للموتوريزاسيون نتاعنا معنا اليوم، هذه حاجه ممكن ما كنتش تعرفها اللي هي نفسها نتاع الشيري تيجو 3 اكس. مش تقول لي لحظه كيفاش شيري تيجو 3 اكس والاخرى فيها 102 شهودين وبوات سي في تي وهذاك كيفاش؟ اي نعم، هذه نفس الموتوريزاسيون نفس التكنولوجي، جوست الموتور هذا الموتور تاع الشيري تيجو 3 اكس ريبروغرامي مره اخرى، ولا خلينا نقولوا بالاحرى بريدي باش يعطي كان 70% هكا هاو من البويسونس، ملي كانت الاخرى فيها 102 ولا تعطي كان 70 هكا هاو. دونك جوست عمل ريبروغراماسيون في الكالكولاتور نتاعو، نقص له في البويسونس نتاعو. دونك الموتور كيما الاخرى شان حديد، وعندي من هنا كيما قاعدين تشوفوا فيه من هنا ما عنديش كاش سو موتور، ونفس الموتوريزاسيون ولات 1 لتر كتشوفوا. اما يقول قائل علاش هذا كله صار؟ علاش صار؟ على خاطرها باش تولي ضمن كراسة الشروط نتاع السيارات الشعبية، لازم فما دينار معينين، فما أرقام معينين في التكنيك لازم ما تفوتهمش. مثلا لازم تكون ما أكثرش من 1 لتر ل 1 لتر 2، والبويسونس وباش تكون من 1 لتر 1 لتر 2 لازم البويسونس تاع الموتوريزاسيون تكون هكا. هذه كما قاعدين تشوفوا فيها باش تساعد على العزل في وسط المقصورة نتاع الكهرباء، وهذا هو بالنسبة للموتوريزاسيون تاعنا تاع الكهرباء، وهذا كله بالنسبه للشيري تيجو اكس نتاعنا اليوم كما قاعدين نشوفها. فما في اللون الاحمر، فما في اللون الاكحل، اعطيني رايكم في الكهرباء. بالنسبه للتست درايف اللي ماناش نعملوا على خاطر ديجا مازالوا ماهمش اومولوجي، اول ما تكون تست درايف ان شاء الله نعملوا لها، وانت كان خرجت منها وجربتها لو ممكن زاد تعطينا رايك فيها في الكومنتير لوطا ينفع الناس الكل. كان عندك اي سؤال مرحبا بيك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.